النهارده هنتكلم على تاريخ ظهور الدبه جليفوزين والموافقات عليه واستخداماته. الاستخدامات الطبيه بنقول هنا انه في يوليو عام 2011 اوصت لجنه الاداره الغذائيه والدواء الامريكيه الاف دي اي بعدم الموافقه على الدواء حتى توفر مزيد من البيانات المتاحه. في ابريل 2012 مجلس المنتجات الطبيه ذات الاستخدام البشري اللي هي CHMP من وكاله الادويه الاوروبيه اصدرت رايا ايجابيا على الدواء وتم تصويته الان في عدد من الدول الاوروبيه. في 8 يناير 2014 وافقت اداره الغذاء والدواء على دابا جليفوزين للسيطره على نسبه السكر في الدم مع اتباع نظام غذائي وممارسه التمارين الرياضيه في البالغين اللي يعانون من داء السكري من النوع الثاني. في اكتوبر 2014 وافقت إدارة الغذاء والدواء على ترتيبة منتج من الدابا جليفوزين والميتفورمين هيدروكلورايد الموسعة. في الحقيقة إنه هنا هنتكلم أيضا على آلية العمل، إزاي الدابا جليفوزين بيشتغل. دي حتة برضو دقيقة شوية لازم إحنا نتفهمها بالأخص بالنسبة للناس اللي هم الباحثين في طريقة العمل. بيمنع الدابا جليفوزين النوع الفرعي من بروتينات نقل جلوكوز الصوديوم اللي هو SGLT2 المسؤولة عن 90% على الأقل من عدد امتصاص الجلوكوز في الكلى. بيؤدي حظر آلية النقل هذه إلى التخلص من جلوكوز الدم عن طريق البول. في التجارب السريرية خفض دابا جليفوزين الـ HbA1c بنسبة 6 من 10 نقطة مئوية مقابل العلاج الوهمي اللي هو البلاسيبو عند اضافته للميتفورمين. ثم يتعلق بتاثيراته الوقائيه في فشل القلب، يعزى ذلك في المقام الاول للتاثيرات الديناميكيه الدمويه حيث تقلل مثبطات الاس جي ال تي 2 حجم الاوعيه الدمويه من خلال ادرار البول التناضحي وادرار البول، وبالتالي قد يؤدي هذا الى خفض او انخفاض في الحمل السابق والحمل اللاحق وبالتالي تخفيف عبء العمل القلبي وتحسين وظيفة البطين الأيسر. طبعا دي حتة دقيقة للنعم الطبية هم اللي يحددوا هو هيستخدم هذا الدواء في ايه بالظبط. وفي الاخر لابد ان احنا بنذكر بالنسبة لهذا النوع من الدواء ولمعظم الادوية الموازنة بين الريسك بينفيتس، الريسك اللي هي معامل الخطورة والبينفيتس المميزات. دايما الطبيب بيوازن ما بين الريسك المخاطر والفوائد وايه فيهم اللي هيعلو على الاخر والامن بالنسبة للمريض، هل هو يستخدم الدواء ويتحمل مخاطر معينة ولا المخاطر دي هتعلو الى درجة ان الدواء ما يستخدمش. دي تبع للكشف على المريض والاحاطة بكل ظروفه الانسانية والمرضية. مع السلامة.